يضيع. حقي لن يضيع. يا يمنى القادات. شعارات يرددها الموظفين الجدد كما تسميهم حكومة الوفاق الوطني، فهم ممن توظفوا في العام 2011، إلا أنهم يشعرون بانتقاص في المعاملة، حيث أن حكومة الوفاق الوطني لا تعاملهم كما تعامل موظفي 2012، فهم لم يحصلوا على حقوقهم كاملة كما حصل عليها من توظف بعدهم. للأسف حكومة الوفاق لم تتعامل معنا بجدية، تم التعامل معنا على أن احنا فقط موظفين 2011، يعني عاملتنا بالإقصاء، بالتهميش، بالتمييز العنصري، فقط نحن موظفين 2011 ليس لهم لا علاقة في بنا. مطالبة موظفي عام 2011 بمساواتهم بموظفي العام 2012 دون انتقاص، كونهم جميعا من أبناء هذا الوطن ولا شيء غير ذلك. نريد بدأ فارق، نريد طبيعة عمل، نريد التسويات، نريد العلاوات، هذا مطالبنا قانونية ومشروعة. تسييس المطالب مرفوض لدى الموظفين الجدد واحتسابهم ضمن فئة معينة لا ينم عن تعامل حكومة الوفاق الوطني بمسؤولية، وخاصة ما يلقوه من إقصاءات تمارسها حكومة الوفاق ضد الموظفين الجدد على حد وصفهم. هناك استقصاد لنا، وأكبر دليل على ذلك تصريح مستشار الأخ باسندوة الذي قال أن موظفين 2011 هم من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنهم من أتباع علي عبد الله صالح. نحن لا نعرف لا حزبية ولا سياسة، إحنا موظفين 2011 من جميع فئات المجتمع اليمني. حكومة الوفاق على ما يبدو أنها تكيد بمكيالين ولا تعامل أبناء الشعب وفق مواطنة متساوية، وخير دليل أنهم لم يعاملوا كما عاملت حكومة الوفاق موظفي العام 2012، هذا ما أثار حفيظتهم وهددوا بالتصعيد ما لم يحصلوا على حقوقهم كاملة. نشوان الظاهري، قناة اليمن اليوم، تعز. اختتمت مصلحة